طيب، فيما يتعلق بخبر الحريق الهائل في سفينة الحاويات الهولندية برأس غارب، وأنه في بارجة من القوات البحرية الآن معها 6 قاطرات بتحاول إنقاذها. هذا الحريق الهائل شب صباح اليوم في ناقلة حاويات هولندية عملاقة اسمها مارسيك كامبالا. أرجو أن أنا أكون بنطق الاسم صح. هذه الناقلة بتقل 4000 حاوية تزن 80,000 طن. تم يعني اشتعل فيها الحريق على بعد 5 ميل بحري من حقل بترول براس غارب، مما يشكل بطبيعة الحال خطر كبير جدا على المنطقة، زي ما قال اللواء حسن فلاح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر. قائد قاعدة السويس البحرية قام بتوجيه بارجة عملاقة للسيطرة على الحريق. خليني أتوقف مع زميلنا الأستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام بالسويس عشان يقول لنا بقية التفاصيل. أهلا وسهلا يا أستاذ عمرو. أهلا يا دكتور. أهلا يا دكتور. أهلا بيك. إيه بقى التفاصيل؟ قول لنا إيه اللي حصل بالظبط؟ بقالنا 10 ساعات في طبعا الجمهور كل السلطات القاعدة البحرية زي ما أنت تفضلت، القاعدة البحرية طلعت بارجة كبيرة توجهت فعلا حوالي 80 ميل جنوب ميناء الأدبية في اتجاه رأس غارب، ودلوقتي حاليا بيحاولوا السيطره حوالين المركب. عليها على فكره 25 بحار من جنسيات اجنبيه واوروبيه. الموقف حسب المعلومات اللي جات لي قبل ما اطلع معاك على الهواء ان الحريق ده سببه ان اشتعلت النيران في المطبخ بتاع السفينه، وانتدت لبعض المناطق داخل السفينه. السفينه دي من السفن العملاقه، الارقام اللي انت ذكرتها حاويات والوزن بتاعها ده من السفن العملاقه، وبتهدد كانت المنطقه المجرى الملاحي، لان المنطقه يعني لو وجد اي شبهه عمل ارهابي ورا الحادث ده الان. لا، او في عندي خبر ثاني عايز اقوله لك برضه جالي قبل ما اطلع معاك على الهواء. السلطات المصريه منعت سفينه اسرائيليه اسمها زيم روتردام. سفينه ايه جنسيتها؟ سفينه اسرائيليه. اسرائيليه. اسمها زيم روتردام، اللي هو كان فلاح رغم ان هو حاليا في الاردن. أرسلوا لي طلب من ميناء السخنة لدخول هذه السفينة ميناء السخنة، إلا أنها تم رفض الطلب بعد أن تم التشاور مع السلطات في مصر في القاهرة ومنع دخول هذه السفينة. نعم. وطلبوا من القاعدة البحرية مغادرتها للمياه الإقليمية، لأن السفينة دي كانت من 4 أيام تردد أنها تسبب حريق داخل ميناء السخنة في الوقت اللي هو كان الحقيقة بتاعت الحريق أنها شبت أمام ميناء جيبوتي أثناء بدء سفرها من جيبوتي متجهة إلى مواني حوض البحر المتوسط. طيب أنا في شبهات حول هذه السفينة لعدم دخولها هذه المواني نظرا لكان عليها حريق، فالخوف خشية أن يكون عليها في دواعي للحريق الذي تم السيطرة عليه بمعرفة الطاقم أثناء الحريقة في جيبوتي. فخشية وأنها في البحر يكون فيها حاجة فتخش أحد مواني المصرية فيحصل مشكلة تؤدي إلى أزمة داخل سواء من السخنة أو من بورتفيو. أزمة إيه؟ أزمة إيه نوعها يا أستاذ عمرو؟ لان انت عارف لما بيبقى سفينه في عرض البحر وعليها حريق انت ما انتش عارف عليها ايه، فممكن تخش السفينه المركب ما انتش عارف اللي عليها ايه. التفتيش البحري ما هيش اصلا ما كانش طالبه دخول اي ميناء من المواني المصريه، كانت طالبه عبور قناه السويس. ودلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه الفريق مهاب منيش رئيس هيئه قناه السويس بيدرس قرار السماح لها بدخول دخول قناه السويس، لان تعلم الحته اللي انا بكلمك فيها دي هي المدخل، هي دلوقتي في الغطس الخارجي على مقطفها يعني في عرض البحر. بس اكيد هيتم تفتيشها الاول قبل السماح ليها بالمرور. بالتاكيد عشان كده بقول لك في قرار من الفريق مهاب مميش حول هذه السفينه بيتم دراسته بعد ان قام اللواء حسن فلاح رئيس هيئه مواني البحر الاحمر بمنع دخول اي ميناء من مواني السويس الخمس، وخصوصا ان هي ميناء واحده بس اللي كان محدد لها، هي ميناء السخنه اللي كان ممكن تخشها الى ان يتم تفتيشها. اترفض خلاص المواني اترفضت، انما دخولها هي قناه السويس لسه الفريق مهاب مميش بيدرسه. تمام، انا بشكرك جدا زميلنا الاستاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بالسويس على هذه المعلومات القيمه.